في كتير صعوبات بتواجه أي مرة بمجتمعنا وهي عم تشتغل، بس الحمد لله أنا بفضل أهلي ومن مطبخ أهلي حسنت يدعموني، دعموني وطلعت بمشروعي والحمد لله مستمرين. اسمي دمع، عمري 27 سنة، أنا من إدلب المدينة، بشتغل بمجال الكيك صار لي تقريبا 5 سنوات. بلش الموضوع صدفة، عملت كيك للعيلة كان بمناسبة عيد الأم، وقتها عجبهم لرفقاتي، فقررت وحدة من رفقاتي توصيني على جاتو لخطبتها، ومن هداك الوقت بقى بلشنا بموضوع التواصل، يعني عجبهم كتير للجماعة اللي كانوا بالخطبة بلش موضوع التواصل، صار يعني موضوع رزق إلي إنه مصدر دخل إلي، ومن بعدها ما بقى أحسن أستغني عنه. شيء نحن بنشتغل بموضوع الكيك، يعني كل مناسبة إلى كيك المناسب إلها، يعني مثلا كيك الخطبة غير كيك الزواج غير كيك المواليد، فكل كيك له تقريبا مناسبة خاصة له. بنشتغل بموضوع الكب كيك كمان، الكوكيز وأصناف الحلويات الباردة أغلبها. تتواصل الصبية معي أو مثلا الشخص اللي بده يتواصل معي، نتفق أنا وياه على موديل معين حسب المناسبة، يعني ممكن مثلا أنا أسأل عن عمر الشخص أو الشيء اللي بيحبه عشان أحسن أطالع الموديل اللي بيناسبه، وبعدها بنتفق على موعد للتسليم، وهذا على هذا الأساس بنشتغل. أحيانا بيجيني طلبات لأشخاص من مرضى السكري وأشخاص عاملين حمية الكيتو، فأمننا الحمد لله مواد تناسب نظامهم الغذائي. أنا ما بيهمني كمية الكيكات اللي بعملهم، أنا بيهمني التفاصيل اللي بيطلبها الزبون إنه أحسن أطالعه، يعني ممكن مثلا الجاتو ياخد معي 5 ساعات أو 6 ساعات شغل، يعني يوم كامل تقريبا، بس بالتفاصيل اللي بده إياها الشخص أو مثلا تكون بتفاصيل المطلوبة. فأنا ما بيهمني كمية الكيكات اللي بتنعمل بنهار قد ما بيهمني إنه يكون الجودة مثل ما طالبها الشاب. هلأ بالنسبة للكيك أنا بستمتع لما بشتغله، يعني في كيكات أنا بفرح عليهم بعد ما يطلعوا الموديل مثل ما بدي، فبفرح عليهم يمكن أكثر من الزبون بحد ذاته. بالنسبة للزباين صارت علاقة صداقة بيناتنا، يعني في زباين كتير صرت مثلا صاروا رفقة إلي، صاروا يجوا لعندي وروح لعندهم، طورت العلاقة فينا إنه صرنا رفقة.